من الشباب، وإن كانت هذه العبارة ليست لطيفة، كأنهم خلقوا من أجلي، يرون أن بذل أنفسهم ماء بالماء ألف بالماء في سبيل هذه اللحمة والدم والعظم العجيبة الغريبة كأنه شيء وازع ديني لإرضاء الله. أجزاهم الله خيرا، وجدت جماعة في الحقيقة يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل إرضاء الله والمعصومين، ومنهم هذا الشيخ جزاه الله خيرا، في الحقيقة كأنما خلق لأجل طاعة الله، يعني يعلم أن طاعة الله منحصرة في آرائي وتقليدي واتجاهي، وأنا أقل البشر وأذنب المذنبين. على كل حال، وإن كان الإمام سلام الله عليه يقول أنا هو الذرة أو دونها، إذن أنا هو الظلمة الحتمية الحقيقية والعدم الكامل، ولكنهم جزاهم الله خيرا. الذي أنا أقول إن في هذه رواية إنه الله تعالى يجعل حسن الظن في ذهن الآخرين، فهذا من النعم علي أنه كأنما هم يحسنون الظن بي، وكذلك من النعم عليهم لأنهم يستطيعون عن طريق هذا الطريق أن يخدموا دينهم ويخدموا أنفسهم ويتكاملوا، وليس أنا سوف أذهب لكن هو يبقى متكاملا، وفلان يبقى متكاملا، وفلان يبقى متكاملا، والسيد أيضا يبقى متكاملا، أيضا يفوز في الدنيا والآخرة. وليس عيون السيد محمد الصدر في التعيين لها شأن هذا له، وإنما الشيء الذي ينفعهم لهم جيد، والشيء الذي بذلت نفسي لأجله في الحقيقة إنما هو للآخرين وليس أنا، إنما هي أفكار وفق الله سبحانه وتعالى لأجل تناولها ونشرها، وإلا المسألة إنه أنا لست بشيء ولست على شيء. على كل حال، جزاك الله وجزاهم وحياهم جميعا، وحيا الله من هذه الناحية التي وفقني لأجل بيان هذه الكلمات على أنها مختصرة، وطبعا كلما تكلمت أكثر ستنكشف حقائق أكثر، ولكن ليس هنالك من الحقائق ما ينبغي كشفها بعد أن تكون مؤلفاتي كثيرة، وإذا بقيت الحياة وبالتدريج، فإذا كان هنالك واعين يستطيعون أن كأنما يصلون بالتدريج، ولكن هذا أيضا توفيق من الله، أنا أوفق بشيء من التوفيق لبيان كلمتي، ويوفق الآخرين أنهم يفهمون ما أقول، وليس لأجلي أنه يفهمون ما أقول، وإنما لأجل مذهبهم ولأجل أنفسهم ليس أكثر، وإنما أنا واسطة من قبيل أنبوب يلقى فيه الماء من اتجاه ويخرج من الاتجاه الآخر، ليس أكثر من ذلك، وإن النفع الحقيقي لله أولا وللمعصومين سلام الله عليهم، من قبيل أن يقول يدعون إن الحوزة إنما أوجدت، كأنما يدعون إن الحوزة إنما أوجدتها أنا، لا لا أنا لم أوجدها، إنما الله تعالى هو الذي أحياها بعد الممات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. كان السيد الشهيد الصدر قدس سره بخلاف باقي المراجع كثير اللقاء بالناس، ومكتبه يعج بالزوار، وكان يجلس في مكتبه في الصباح قبل صلاة الظهر وبعدها، وفي المغرب قبل المغرب وبعدها، في حين كانت باقي المكاتب وإلى الآن تفتح ساعة واحدة فقط من العاشرة إلى الحادية عشر صباحا، وفي الليلة التي استشهد فيها أدى صلاة المغربين في الحرم الحيدري المطهر، والتقى بالناس، ثم تعرض للاستشهاد بعد رجوعه إلى الدار في حي الحنانة في شارع البريد الذي يعرف اليوم بشارع الشجرة، نسبة للشجرة التي ضربت بها سيارة السيد الشهيد قدس سره، ولكم جوانب من جلوسه بين أتباعه ومقلديه. سيد باقر حضر نفسك، السيد أنا صلاته بالصحن وجاي للبراني، والناس ورا بازدحام جدا، حضر نفسك. سهلة شيخ محمد سهلة، صيهوت صيهوت. بلي بلي سيدنا. السيد جاي، حضر شاي السيد وماي. أنا بالخدمة. صلوا على محمد، 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 صلوا على محمد،
صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نبينا محمد، مرجعنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل الله سيدنا. الله يتقبل، بارك الله بيك، رحم الله والديك. أحسنت سيدنا. شلون ننظم الدخول؟ شلون ننظم الدخول حبيبي؟ دخلوا الزائرين اللي عنده مسألة خاصة بعدين دخلوا، الآن دخلوا الزائرين واللي جايين من أماكن بعيدة، وبعدين اللي عنده شغلة خاصة يدخل علي لوحده إن شاء الله تعالى. حاضر سيدنا. ولكن وقف لي، ولكن نبهوا الناس لا يقبلوا يدي، مصافحة فقط، بارك الله فيك، مصافحة فقط. حاضر مولاي. اخوان السيد ما يسمح واحد يبوس ايده، مصافحه فقط، مصافحه فقط، صيروا بالسره، بارك الله بيكم. ان شاء الله ان شاء الله، ان شاء الله تعالى خدمه السيد ان شاء الله. صلوا على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال ان شاء الله بخدمه السيد. اخوان بالسرة، يا الله اخوان على كيفكم، اخوان بالسرة على السيد السيد، بارك الله بيكم اخوان بالسرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، صافحكم الله. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا ومرحبا. عليكم السلام، حياكم الله اغاتي. مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا، حياكم الله، تفضلوا، اهلا ومرحبا. عليكم السلام، اهلا، صافحكم الله، صافحكم الله، صافحكم امير المؤمنين. الان دخلوا لي المقابلات الخاصه. ايه تفضل سيدنا. السلام عليكم. اي بلي، عليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا سيدنا. انا جاي اتوب بين يديك لاني اشعر ظلمت نفسي وغير هواي. اي بلي، التوبه الله تبارك وتعالى غفور رحيم، ولكن كون التوب توبة نصوحة بطبيعة الحال. الله يقبل توبتي؟ أكيد، إذا بإخلاص نية طبعا يقبلها إن شاء الله تعالى، ليش لا؟ سيدنا امسى على رأسي. ممنونين ممنونين، حياك الله، مشكورين، تفضلوا، الله وياكم. يلا تفضلوا تفضلوا، تعال حجي تفضل. أنا أسيت مولاي والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أنا أقول أنت عميل وكنت أحكي عنك وأريد العفو. حبيبي عفوي ما إلى قيمة، إنما عفو الله إلى قيمة، عفوي ما إلى قيمة. أنا جيتك سيدنا. أنت معفي حجي أغاتي، أنت معفي إن شاء الله، بس تروح وقول للي قلت له سيد محمد الصدر عميل، قل له ترى أنا كنت غلطان، وهكذا الله يتوب عليك إن شاء الله تعالى. بخدمتك سيدنا في مال الله. مرحبا مرحبا، حياكم الله أغاتي، تفضلوا تفضلوا، تعال أهلا. مساء الخير. حياك الله، تفضل. مولاي أنا مسيحي. مولاي أنا اسمي جورج مسيحي، وسمعت منك عبارات أبدا ما سمعتها حتى من البابا، ورأيت فيك نور عجيب. شنو العبارة؟ هي حبيبي تفضل، شنو العبارة؟ أنت قلت مريم مو سافرة وعيسى ما كان يشرب الخمر، هذا صحيح؟ أريد أدخل للإسلام. إيه أهلا ومرحبا، جميل جدا. أنا راح أقول عبارات وإنت قولها وراي. قول أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. جميل. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن علي ولي الله. وأشهد أن علي ولي الله. خلاص أنت الآن مسلم وشيعي وموالي، حياك الله. والآن أنا سوف أكلف أحد أولادي يعلمك تعاليم الإسلام إن شاء الله تعالى. أهلا ومرحبا، حياك الله، حياك الله في أمان الله. أنت تفضل تعال. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. سيدنا استخارة. مو زينة سيدنا، بلا زحمة، استخارة. مو قلت لك أنا مو زينة حبيبي. سيدنا استخارة. مو قلت لك مو زينة، إذا خرجت خارج العراق كأنما قشق سوف يقضونك على الحدود. سبحان الله، هاي مو زينة. سبحان الله، حياك مشكور الله. سيدنا مشكور، هلا بيك، مشكور سيدنا، الله وياك. صلوات على محمد وآل محمد. اللي ورا تفضل، يلا تعال حبيبي تعال. يلا سيدنا، انا جاي من الناصريه، ابو سيدك ارجوك.
ما أسمح لك إلا بشرط أنه أبوس إيدك وتبوس إيدي. أنا الأول سيدنا. لا إله إلا الله. يلا تفضل. كظوه، لقد سرق مني الجنة، كظوه. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله، هم هكذا مع شديد الأسف. يلا تفضل بابا، تفضل تعال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنت شلون تزعم أنك الأعلم؟ سبحان الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حبيبي أنا أعلم أنني أعلم، وأعلم أنك مدفوع من قبل جهات حوزوية وغير حوزوية، كما أعلم أن الشاب الجالس بجنبي مجنب ولم يغتسل. إيه اطلع يلا. هكذا المشككين سبحان الله، مدفوعين وإنا لله وإنا. أنا خطيئة، هذا عاذر على كل حال. تفضل بابا تعال اقترب. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. سيدنا أنا محتاج فلوس أتزوج. إيه على الخير على البركة، لا بأس. هاي 25,000 كافي؟ لا هك، هاي 100 إن شاء الله وعلى الخير وعلى البركة، هاي 100,000 دينار. تفضل روح السيد مصطفى خلي يصرف لك إياها. الله يخليك سيدنا. تفضل مرحبا بك، على الخير إن شاء الله، الولد الصالح إن شاء الله. مرحبا سيدنا، الله يخليك. تفضل يلا، تفضل يلا، تعال يا جاي، تفضلوا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا. تفضل. سيدنا، سيدنا إذا تسمح كلام بيني وبينك. إيه تفضل اقترب، تعال يا جاي. تفضل. سيدنا الجليل، إحنا زمرة من الشباب المتفاني، تعاهدنا على قتل أعداء الإسلام من كبار ضباط البحثية، ونحتاج في ذلك لإذن الحاكم الشرعي. إيه لا بأس بذلك. يا الله. إيه يا تحتاج مساعدتي بلي أنا بخدمتك حبيبي، ولكن أنت كأنما إذا طالبتني بفتوى خطية لا أستطيع، لأنه خلاف التقية لنا ولكم، ولكن شفوية فأنتم مخولون. كل من يؤذي المؤمنين يجوز قتله، اقتلوه جزاكم. الذي يؤذي المؤمنين اقتلوه جزاكم، ولكن كفتوى خطية أنا ممنوع أن أعطيكم لأنها خلاف التقية لنا ولكم. شكرا مولاي. اهلا ومرحبا. اوقف اوقف شويه، هاي 200,000 دينار لشراء السلاح اللازم، هاي ورقه، روح سيد مصطفى يصرف لك اياها. الف شكر سيدنا، الف شكر. هذا واجبنا غاتي. مرحبا، هلا بكم، في امان الله. الله وياكم سيدنا. اكو واحد يريد يلقي قصيده يمك. اي لا بس خليه يتفضل، ولكن جيبوا لي شويه ما يريد ارتاح. سيدنا تفضل هذا الماي. اي جزاك الله خير. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. يلا تفضل تفضل. سلب عود العطش وعود الروى ريان، وبيوم الملاوة يروي العطشان. سلب عود العطش وعود الروى ريان، وبيوم الملاوة يروي العطشان. يلطولك منارة ولو حجيت وذان، يلطولك منارة ولو حجيت وذان، بسك ما كفاك الصبر على الشيطان. أحسنت أحسنت. يلطولك منارة ولو حجيت وذان، بسك ما كفاك الصبر على الشيطان. زلزل يا صدرنا وارهب العدوان، صبرنا على الظلم والجوع والحرمان. أحسنت. زلزل يا صدرنا وارهب العدوان، صبرنا على الظلم والجوع والحربان. شحت وامحلت وضغطت كل بيبان، سودة وضغبرة واغلقت كل سفان. جارت وقحطت ومسخت كل إنسان، جاعت تيهت تركض ركض عميان. ودواوين الزلم، ودواوين الزلم قالب حلق نسوان. عيد 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 عيد. جارت وقحطت ومسخت كل إنسان، جاعت تيهت تركض ركض عميان. ودواوين الزلم قالب حلق نسوان، وتاه حسابنا من غلطة الوزان، وتاه حسابنا من غلطة الوزان. نعيش بحلم ماضي من الشنت والشان، وجيت بيوم أذكرهم، وجيت اليوم أذكرهم، إذا بيهم مرض نسيان. سنين على المنابر شرشل الذبان. أحسنت عيد عيد. نعيش بحلم ماضي من الشنت والشان، وجيت اليوم أذكرهم إذا بيهم مرض نسيان. سنين على المنابر شلشل الذبان، والوهابي قام يصول وحده بحومة الميدان. والوهابي
قام يصول وحده بحومة الميدان ولا واحد حجة وتشنهم بلا يلسان. أحسنت أحسنت الوهاب قام يصول وحده بحومة الميدان ولا واحد حجة وتشنهم بلا يلسان. يا بن حيدر علي يا محطم الأوثان جمعة شيعتك لقمة بحلق جوعان. يا بن حيدر علي يا محطم الأوثان جمعة شيعتك لقمة بحلق جوعان. منابر عم منابر للمشانق صعدة والشجعان. أحسنت يا بن حيدر علي يا محطم الأوثان جمعة شيعتك لقمة بحلق جوعان. منابر منابر للمشانق صعدة والشجعان ولا بيهم تخاذل لو رشوه وخان. الشهادة فوز بالجنة ما يحصل حياه الشان. الشيعة برقبتك صنيع عظيم الشان وتحمل تحمل كل فتاويهم واجز السيئة بإحسان. واحد أحسنت أحسنت. الشيعة برقبتك صنيع عظيم الشان وتحمل كل فتاويهم واجز السيئة بإحسان. واحد واحد حلل الجمعة وواحد قال عيد الشان. واحد مؤمن بطبعه الى اخر ضيف على الايمان. دخل نترك فتاوينا ونتحاجج من القران. دخل نترك فتاوينا ونتحاجج من القران ونقرا سوره الجمعه دليلا قاطع البرهان ونرجع كلنا للتفسير نشوف ايش قال ابو الميزان. احسنت عايد عايد احسنت دخل نترك فتاوينا ونتحاجج من القرآن ونقرأ سورة الجمعة دليلا قاطع البرهان ونرجع كلنا للتفسير نشوف اش قال ابو الميزان. اذن بمر الله نمشي مو بمر انسان ومثل ما نجى ابراهيم ندعو يحفظك الرحمن. ومثل ما نجى ابراهيم ندعو يحفظك الرحمن وبردا سلام عليك اش ما شعله وإلك نيران. يخسل يوصل لعد بابك يخسل لو يوصل لعد بابك ويسد فوهة البركان. نصلي وما نها بالموت نصلي وما نها بالموت وما نخشى الإنس والجان. وما دام الصدر موجود خلها تنعقل غربان. على محمد وآل محمد. آه جزاك الله خير بارك الله بك تسمح لي هاي القصيدة الطيبة خدمتك مولاي. بني أحسنت حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. أنا إن شاء الله تعال بليبل أنا الآن راح أتوكل على الله. اللي عنده حاجة من زوار المكتب الشريف زوار البراني قضوا حوائجهم. اللي عنده كذا سهلوا أمورهم. أنا راح أتوكل على الله. لا ما حد يروح وياي يبلي. سيد مصطفى وسيد مؤمل خليه ينتظروني عند السيارة. أي هو أخوه كافي. سيد مصطفى وسيد مؤمل يذهبون معي كجد الحسين سلام الله عليه. خلاص وداعا وداعا في أمان الله في أمان الله. بعد انتهاء لقاء السيد بالجماهير فارقهم وفي قلبه حسرة على فراقهم وفرحة للقاء الله عز وجل ولقاء النبي صلى الله عليه وآله حيث سيلاقيهم مخضب بدمه الشريف. وكان قدس سره دائما يقول أين الرصاصة التي تمنحني الشهادة ويشير إلى جبينه المقدس ويقول ها هنا ومن ها هنا سوف أقتل. ولذلك توجه قدس سره للشهادة بيديه وهو لابس كفنه الشريف متقلد سيفه الشريف فرحمه الله حيا وميتا وقدس الله سره. عجيب السيد مو عوايده يقول وداعا وينظر هاي النظرات. ليش قال كجدي الحسين؟ سيدنا الجو مكهرب والمخابرات تارس الشارع والتيار الكهربائي مقطوع ومع وجود دبابات والمطار والبريد سيدنا بس الله يستر. استشهد السيد الشهيد الصدر قدس سره يوم الجمعة
الساعة 8:30 مساء بعد انتهائه من صلاة المغربين في الحرم الحيدري الشريف ولقائه الناس في برانيه في يوم الجمعة 4 ذي القعدة الحرام 1419 للهجرة المصادف 19/2/1999 عن عمر ناهز 56 قضاها كما رأيتم في الجهاد والنضال والدرس والتدريس والبر والتقوى والنطق بالحق ولبس الأكفان وحمل السيف والقلم والعصا. فالسلام عليك يا محمد الصدر وعلى نجليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مؤسسة مالك الأشتر لإحياء الشعائر الحسينية، ميسان، حي الوحدة الإسلامية. طر القبوة يا الصدر زيح التراب وقول ليذ المناب يا عسى خلدت للنور تدرينا احنا بعازت ردنا الزعامة اليوم بعد بعدك عقارب لفات ومدبلات تسموم ضل بينا نفس الجريح يا يا ويا هم ما فات شد وضميت والجرح زاد وروم وحش النجف يا صدور حجبة شمسها غيوم حزنان الأمة بغيبتك والدين ضل مثلوم شفيت شفيت بويا البجي ملينا العتب واللوم شفيت شفيت البكي والنار مليان العتب واللوم احكي لك الصار وجرى واكشف لك المضموم رجال الجنت تحسب هلاك وبكترك تحوم المقتدى وليدك صفو يا صدور يا صدور رجال الجنت تحسب حلك وبكترك تحوم المقتدى وليدك صفوا يا سيد خصوم باعوه برخص ثمن سيدي باعوه برخص ثمن بس طب صليب الروم مولاي شحكي بعد بالحسرة والبلعوم مولاي 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 شحكي بعد والحسرة بالبلعوم يا صدر ظلت كوفتك تترجى جيتك دوم يا
الصدر احمل عصتك حطها بوجوه القوم يا صدر احمل عصتك حطها بوجوه القوم لم الشمل يا صدر بالجمعة زيح هموم الى خادم اهل البيت مهدي الساعي وقطع الفتنة بخطبتك تدري الوطن مالوم غم الرصاص الصابتك طلقوها اهل الشام شبلي 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 يا ملك خضبت من فيض الدموم سيد ما حد اجاك وشايع سيدي ما حد اجاك وشايعك مثل الصمت مظلوم الريس الشهادة يا صدر زفوك اثنا عشر معصوم معوف بخت الصدر ويا والله معوف بخت الصدر واتبع وهم مرسوم اتشرف بخدمته جندي على الاخر يوم ولله مني عهد يا ابن الوصيل الدوم اتحني يا قاع الكرامة بدم الرجال ابد ما دنك صدرنا وطاح العقاب وقف شامخ وقف شامخ نجفنا شموخ الجبال ننسى المهر العروبة يريد خيال وقع صوتك مقتدى احلى مريكة زلزال وقع صوتك مقتدى بويا وقع صوتك مقتدى احلى مريكة زلزال امس وقفة زلمنا واقف ابطال امس نادى ابو هاشم بعلى صوته وقال كلا كلا امريكا كلا كلا اسرائيل كلا 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 امريكا كلا كلا اسرائيل كلا حزنة والعمايم مر عليها الضيق ويا حزنة والعمايم مر عليها الضيق من راح الصدر الغيم يسبق غيم صفت سبحة نوايب والغشيم يهيم وباب الطوس بعدك سلسله بسيط وباب الطوس بعدك سلسله بسيم صلوات بسم الله الرحمن الرحيم تتقدم النائبة جليلة الساعدي عضو مجلس النواب العراقي بأحر التعازي إلى صاحب العصر والزمان وسماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد القائد الصدر عزه الله وتقدم مجموعة من الهدايا للمشاركين في إنجاح هذا المهرجان المبارك الصدر شمس لن تغيب تثمينا جهودهم المبذولة في تعظيم هذا المهرجان يتفضل مدير مكتب السيد الشهيد في ميسان السيد إسامة الموسوي فحيوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
عروش الرحمة برفيف الأكفال. يا صدرا وصدرا يا قلبه تفضل السيد حامد النوري. يا صدرا أشرق شمس رمضان للثورة عنوان. يا صدرا هز عروش العظمى برفيف الأكفال. تفضل الشيخ سيان عبد القادر. ستظل بيانا قرانا تتلوك. تفضل الشيخ منشد الشواي بالعز تنور. ستظل بيانا قرانا تتلوك تغور. تفضل الشيخ جسام الركابي بالعز تنور. وستبقى دينا تلقينا في الذهن يدور. وسنبقى جيدا خذ عهدا يرضيك نحور. وستبقى دينا تلقينا في الذهن يدور. وسنبقى جيدا خذ عهدا يرضيك نحور. يا صدرا ألهم شعبا تعويذة سحق الآلام. يا صدرا وغدا كهفا وملاذا يؤوي الأيتام. يا صدرا السيد درهام النوري ذاك القرآن. يا صدرا أشرق شمس ومضى للثورة عنوان. يا صدرا أز عروش عظمى برفيف الأكفان. يا صدرا السيد هاشم أبو طالب في الأذهان. يا صدرا أشرق شمس ومضى للثورة عنوان. يا صدرا هز عروش عظمى برفيف الأكفان. يا صدرا باق في الأذهان. المقدم هي النجم غضبان. يا دار حران بوفاء والشوق جناح لضريح.